تم دلوقتي سوا الدايجنوزس بتاع الدايابيتس ميليتس. احنا استوفينا دلوقتي اللي هو الديفينيشن الايتيولوجي والكلاسيفيكيشن والكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشن. هندخل دلوقتي على الدايجنوزس وبعده التريتمنت ان شاء الله. الدايجنوز بتاع الدايابيتس بيتشخص يعني ايه بغض النظر عن المانيفيستيشن اللي هتظهر وانت هتشوفها على عيان. انا عايزه بقى اعرف او اطمن على نفسي كشخص هل انا عندي دايابيتس او لا من خلال التحاليل. بيكون عبارة عن تحليل دم عادي جدا. هشوف في ايه بقى؟ عبارة عن اربع حاجات هشوفها فيها او ايه اللي هو الحاجات الدياجنوستيك اللي لما اشوفها في تحليل الدم بتاعي اعرف ان انا مثلا عندي دايابيتس. اول حاجة الكلاسيك خالص الحاجات المبدئية اللي هو ان انا اعمل سكر عشوائي اللي هو راندم بلاد جلوكوز سوري. ده بيكون اعلى من 200. وكذلك التو اور بوست برانديا اللي هو بعد ساعتين من اي وجبة بيكون الجلوكوز اعلى من 200. والفاستنج بلاد جلوكوز او فاستنج بلازما جلوكوز بيكون اعلى من 126. كذلك الهيموجلوبين A1C بيكون اعلى من 6.5%. طيب لازم برضو اعرف ايه الحاجات لازم يعني بعد شويه هعرف ان شاء الله في التست الجاي ده ايه النورمال فاليو بتاعه الحاجات دي اصلا. لكن دلوقتي احنا عرفنا ايه الارقام اللي لما اشوفها في اي تحليل اعرف ان الشخص ده عنده بتاع ده دايابيتس. زي ما قلنا اللي هو راندوم جلوكوز والتو ار بوست براند بيكون اعلى من 200 اعلى من او يساوي 200. والفاستنج بلازما جلوكوز بيكون اعلى من 26. والهيموجلوبين اي 1 سي اعلى من 6.5%. طيب تاني حاجه هعملها اللي هو الاورال جلوكوز توليرانس تيست. الاورال جلوكوز توليرانس تيست ده هنعرف دلوقتي البروسيجر اللي بنعملها بالظبط او الحاجه اللي انا بعملها. بس نعرف الاول الانديكيشن اللي انا بعمل التست ده عشانها. اول حاجه عشان اشخص عيانه مثلا شاكك ان انا عندها جستيشنال دايابيتس. لو عمل التست ده هلاقي ان الدايابيتس قصدي اللي هو الجلوكوز بتاعها بيكون عالي. ده معناها ان هي مثلا لو كانت ولدت من شويه او بقى لها فتره ولاده فتره بسيطه يبقى هي كده دخلت في جستيشنال دايابيتس. وابدا بقى اشوف العلاج المناسب ايه عشان اشخص برده الامبير جلوكوز تيرانس والامبيرد فاستنج جلوكوز. وعشان لو انا شاكك ان العيان ده عنده مثلا دايابيتس وشايف عليه نيوروباثي ونيفروباثي والحاجات اللي احنا قلنا عليها نيوروباثي والكلام ده ومش هو مش متشخص كدايابيتس بس انا شايف عليه الاعراض دي يبقى اذا عشان اتاكد لازم اعمل تيست. تمام. بعد كده عشان اشخص برده حاجه اسمها رينال والمنتري جلوكوزوريا. معناها ايه الكلمتين دول؟ معناها ان العيان هنا بيبقى عنده جلوكوز في البول بس هو مش متشخص كدايابيتس. يعني هو الحالتين دول بينزلوا الجلوكوز في البول بدون ما يكون العيان عنده دايابيتس اصلا. ايه السبب بقى؟ ان في حاله الالمنتري جلوكوزوريا هنا بيكون الجسم او الانتستين بتمتص جلوكوز زياده عن الطبيعي او زياده عن اللازم. بينما في حاله الرينال جلوكوزوريا ان حصل خلل في معين في الكدني خلى الثريشولد بتاعها يبوظ. يعني مثلا هي كان المفروض بتنزل جلوكوز عند 180 ميلي جرام بر ديسيليتر في الدم عند 180 او اعلى لكن هنا الحته دي هتبوظ. يعني الجلوكوز هينزل في البول حتى لو الليفل بتاعه في الدم ما وصلش 180. يعني هو هينزل في البول لو مثلا كان 100 وده اصلا مثلا يعني 100 دي المفروض ان هي نورمال المفروض ما ينزلش عندها لكن هنا حصل خلل خلى الكدني تنزل جلوكوز اقل من رينال ثريشولد عند مستوى اقل من رينال ثريشولد. طيب كمان الاورال جلوكوز توليرانس ده بيتعمل برضو في لو انا مثلا بعمل دراسه معينه على بوبيوليشن معين وعايزه ادرس مثلا حاجات معينه في مرض السكر فممكن برضو بشوف حاجات معينه من خلال التست ده. طيب التست ده مش بيتعمل كده بشكل عشوائي لا في بريكوشنز معينه لازم اخد بالي منها واعملها وانصح العيان بيها عشان التست يطلع ايه بشكل صحيح واكيوريت الريزلت بتاعتي تكون اكيوريت. يعني طيب اول حاجه في بريكوشن بتبقى قبل التست وفي بريكوشن اثناء التست. اللي قبل التست لازم العيان ما يكونش عنده ايه مرض تاني او مثلا في كوما او الكلام ده او في المستشفى عموما او هو مثلا مش مارس حياته طبيعيه. لا التست ده لازم يتعمل في عيان بيمارس حياته طبيعيه وبيشتغل وعنده اكتيفيتي عادي. ليه بقى؟ لان لو هو مثلا في كوما او في مثلا في البيت في لمده طويله او هوسبيتالايز عنده كوما او عنده يعني هو بالنسبه له الحاله بتاعته فيها بيد ريست او مش بيعمل اكتيفيتي فده بيأثر على التست بتاعي عن طريق ان هو بيعمل خلل في الايه في الجلوكوز توليرانس. تمام. او هيأثر على التست. طيب لازم برضو انصح العيان ان هو يوقف اي دراجز بتأثر على الجلوكوز عشان ما يعملش خلل معايا في النتائج. طيب تالت حاجه بنصح العيان بيها او لازم يعني لازم تتوافر في الشخص اللي هيعمل تيست ان هو
بيكون لمدة 3 أيام قبل التست بياكل أكل طبيعي، مش عامل دايت مثلا معين، مش عامل ريستريكشن لحاجات معينة في الأكل. لازم الدايت يكون بتاعه يكون طبيعي جدا، ويكون على الأقل في اليوم 150 جرام من الكربوهيدرات عشان التست يكون ايه بتاعي نورمال أو مش نورمال، يكون الريزلت يعني ايه دقيقة. بعد كده لازم البيشنت يكون في النورمال لايف بتاعته، يعني هو مثلا لو هو بيعمل اكسرسايز لمده ساعه مثلا في اليوم، ده الستايل بتاعه في اليوم، لازم يكون هي الساعه برضو اللي بتتعمل، ما يكونش مثلا في اليوم اللي هيعمل التيست مزود عن الاكتيفيتي الطبيعيه بتاعته، اللي هي ما يكونش عامل اكزيرشن جامد على نفسه وقت التيست عشان ما يطلعش معايا خلل في الجلوكوز، في مستوى الجلوكوز بتاعي. لان مثلا لو هو بيعمل الاكسرسايز زياده عن اللازم عن الطبيعي بتاعه، فهو ده ممكن يخلي الجلوكوز بتاعه واطي، لان طبعا اثناء الاكسرسايز الجسم بيستهلك جلوكوز بشكل اكبر. يعني اذا الحاجات اللي انا هنصح بيها العيان او لازم توفر في العيان اللي هيعمل التست ده، لازم يكون يعني ما يكونش تعبان، ما يكونش هوسبيتالايزد، عشان ده هياثر على الجلوكوز تيرنس، ان هو يوقف اي دواء بياثر على الجلوكوز تيرنس، وان هو يكون لمده 3 ايام قبل التست بياكل اكل طبيعي وله اكتيفيتي طبيعيه، وان هو الاكتيفيتي بتاعته او الاكسرسايز اللي هو ماشي عليه ما يكونش زياده عن النورمال، ويكون في المستوى الطبيعي بتاعه. طيب في حاجات لازم التزم بيها اثناء التست بقى عشان يطلع برده اكيوريت. اول حاجه ان هو العيان يكون في كومبليت فيزيكال ومنتال ريست، ما يكونش مثلا عليه ستريس او حاجه، من مثلا ما يكونش عارف خبر مثلا زعله او كده، ما يكونش ان هو عنده مرض تاني عامل له ستريس في الجسم بتاعه. بعد كده لازم يكون اثناء التست ما بياكلش ولا ايه بيدخن اثناء التست. طيب ثالث حاجه واخر حاجه في البريكوشنز اللي هي اثناء التست، لازم يكون العيان قاعد او نايم على الناحيه اليمين، تمام؟ ده ليه؟ لان هو يعني لما الشخص ينام على الناحيه اليمين ده بيبرموت الايه ان ده ان هي المعده يعني تفضي الكونتنت بتاعها بشكل كويس. طيب احنا دلوقتي عرفنا الانديكيشن بتاع التست ده وعرفنا البريكوشن، نعرف بقى البروسيجر نفسه اللي هو ازاي هعمل التست. عشان التست يتعمل هو اسمه اورال جلوكوز تولرنس تست، يبقى معناها ان هنا في العيان بياخد اورال جلوكوز، حاجه اسمها اورال جلوكوز لود، ده معناها ان العيان بيصوم لمده معينه، بعد كده بديله الاورال جلوكوز ده، بعد كده باخد العينات منه عشان اتست عليها الايه مستوى الجلوكوز. طيب لازم نعرف بس مبدئيا ان التست ده بيتعمل من 7 الصبح لحد 9 في خلال الفتره دي، تمام؟ وان هو بيتعمل في صيام 10 16 ساعه، يعني قبله بكون العيان بقول له ان هو يصوم لمده 10 16 ساعه. طيب الاورال جلوكوز لود ده ايه؟ بعد ما هو صام خلاص انا بديله بقى اللود اللي هو لو هو مثلا عيانه النون بريجنت يعني ادلت، سواء مثلا ميل او فيميل، حد يعني عادي ادلت عادي، بديله 75 جرام جلوكوز، تمام؟ طيب لو هي عيانه بريجنت فانا بديها 75 جرام جلوكوز. لو هيقيس الجلوكوز بعد ساعتين بس، تمام؟ لو هقيس الجلوكوز بعد 3 ساعات فانا بديها 100 جرام، تمام؟ اذا 75 جرام في الادلت النون بريجننت ادلت، و75 جرام في البريجننت ادلت بس لو هقيس الجلوكوز بعد ساعتين، ولو هي بريجننت وهقيس الجلوكوز بعد 3 ساعات اذا بديها 100 جرام. طيب لو هو عيان يعني طفل صغير تشيلدرن فانا بديله 1.75 جرام لكل كيلو جرام من وزنه، بس ما بزودش عن 75 جرام، تمام؟ طيب ايا كان بقى الجرعه اللي انا هديها، سواء 75 جرام او 100 جرام او على حسب الطفل ده كم وزنه يعني، فانا كميه الجلوكوز دي بدوبها في 300 مللي من الميه، وبقول له يشرب بقول له يشرب اللي هو المحلول ده او الميه دي في خلال 5 دقائق، تمام؟ يبقى اذا انا قلت له يصوم لمده 10 16 ساعه، وعملت التست طبعا، قلت له يجي يعمل التست عند الساعه 7 ل 9 في اي وقت خلال الفتره دي، وبعد ما هو صام بدي له بقى الجلوكوز لود اي حسب وضعه، حسب هو مثلا بريجننت او نون بريجننت او كده، او هو طفل. بعد كده هعمل بقى السامبلنج نفسه. اول حاجه اول ما العيان يكون جالي، هو طبعا صايم لمده 10 16 ساعه، فانا اول قبل ما اعمل اي حاجه، قبل ما اديله اي لود او اي حاجه، بقول باخد منه عينه من البلد وعينه من الايه اليورين، وهي فاست وهو فاست يعني هو جاي لي كده صايم، باخد منه عينه قبل ما اعمل اي حاجه، قبل ما اديله اي حاجه ولا اعمل اي حاجه، باخد عينه بول وعينه ايه دم، تمام؟ اسمها فاستنج بلاد سامبل. طيب بعد كده بعد ما خدت خلاص عينه بديله بقى اللي هو الجلوكوز لود ده، بعد كده بقيس باخد عينه منه بانترفال نص ساعه، باخد ايه باخد مثلا بعد ما اديته الاورال جلوكوز ده، باخد عينه عند بعد ما نص ساعه تعدي، بعد كده بعد ما ساعه تعدي، بعد كده ساعه ونص، وبعد كده ايه بعد ما ساعتين يعدوا، يعني باخد اول حاجه الفاستنج ده قبل ما اديله الاورال جلوكوز، بعد كده باخد 4 عينات بعد ما اديله الايه الجلوكوز بانترفال نص ساعه.
تمام. ده عشان اقيس السيروم جلوكوز. يبقى عشان الخص برضو اللي هو البلاد سامبل، باخد عينه فاست تمام، ادي واحده. بعد كده بعد ما اديله الاورال جلوكوز باخد 4 عينات اللي هم بتبقى بعد نص ساعه من اللود اللي هو الجلوكوز لود، بعد كده بعد ساعه، بعد كده بعد ساعه ونص، بعد كده ساعتين تمام. اذا البلاد باخد 5 عينات. طيب واحده فاستنج، بعد كده 4 بعد ما اديله الاورال جلوكوز. طيب بالنسبه لليورين بقى، اول حاجه بجمع اليورين، باخد عينه طبعا فاستنج او قبل التست، بعد كده بعد التست باخد عينه خلال ساعه من الجلوكوز لود، وباخد عينه خلال ساعتين من الجلوكوز لود. اذا اليورين سامبل بتبقى 3، واحده فاستنج، واحده بعد ساعه، واحده بعد ساعتين من اللود. انما البلاد بتاخد باخد بتاع ده باخد 5 عينات، واحده فاستنج وواحده او 4 يعني بعد اللود اللي هو بانترفال نص ساعه زي ما احنا قلنا. بعد كده بالنسبة لي عيانة البريجننت، ده بقيس لها برضو الفاستنج عادي، وباخد لها اللي هو بديها الأول الجلوكوز لود، بعد كده باخد بعد بانترفال ساعة. لو هي مثلا واخدة، لو أنا مديها لود 100 جرام، فأنا هاخد لها 3 عينات بانترفال ساعة بين كل واحدة تمام. يعني هاخد منها واحدة فاستنج عادي وثلاثة كمان بانترفال ساعة بعد اللود، لو انا مدياها اللود اصلا 100 جرام. لو انا مدياها لود 75 جرام، فانا هاخد منها عينة فاست وعينتين بس، لان هو مدياها 75 جرام، فاخد منها عينتين في كل واحدة في خلال ساعة، يعني بعد ساعة من التست وبعد ساعتين من التست تمام كده. يبقى عشان الخص السامبلنج اكتبوها كده في جدول. لو طبعا هو عيان عادي من نون بريجننت عادي او تشيلدرن، فانا بعمل عينه بلاد وعينه يورين. العينه البلاد بتبقى ساعه، بتبقى قصدي اول واحده بتبقى فاستنج، بعد كده 4 عينات بانترفال نص ساعه تمام. اذا كده 5 عينات. طيب بعد كده لو هو كده خلصت البلاد، اخد بقى الايه اليورين، بجمع اليورين قبل التست، قبل ما اعمل التست خلاص يعني فاستنج، بعد كده عينتين يورين بانترفال ايه ساعه. طيب يبقى اذا كده اليورين بيكون 3 عينات، يعني بجمع يورين قبل التست بعد ساعه من اللود وبعد ساعتين من اللود. طيب لو هي عينه بقى ايه بريجننت، فانا باخد منها عينه فاستنج تمام. اول حاجه سواء هعمل لها بانترفال 3 ساعه لمده 3 ساعات او بانترفال ساعه لمده ساعتين، وبعد كده على حسب اللود بقى. انا مديها لود 100 جرام، فانا هعمل لها انترفال ايه 3 ساعات انترفال ساعه لمده 3 ساعات سوري. يعني هاخد منها عينه بعد ساعه من التست، بعد ساعه من اللود يعني، بعد ساعه من اللي هو ال 100 جرام دي، وبعد ساعتين وبعد 3. طيب لو انا مديها لود 75 جرام، فانا هديها او هاخد منها سامبل بعد ساعه من التست وبعد ساعتين من التست بس كده. خلصنا ازاي بعمل التست. ناخد بقى النورمال فاليو اللي على اساسها هحدد التست ده نورمال ولا لا. طيب لو العينه طبعا باخد عينه فاستنج وعينه بعد اللود اللي هو بعد ساعتين من اللود مثلا، وبشوف برضو البيك بتاعه الجلوكوز امتى او عند كام يعني. طيب الفاستنج الطبيعي بتاعها بيكون اقل من 100، البيك بتبقى اقل من 170، والتو اور بوست بعد اللود يعني بعد ساعتين من اللود بيكون مفروض النورمال اقل من 140. بعد كده بيقول لك هنا هو الطبيعي ان المفروض ان التو اور بوست لود بتكون اقل من 140 والفاستنج اقل من 100. طيب هنا بيقول ان ممكن يكون التو اور بوست برانديال ده بيكون ممكن اقل من الفاستنج ده في حالات ايه، في حالات ان الجسم هنا عنده مثلا ستريس او حاله معينه مخليه مطلع جلوكاجون او بنفرين، فالحاجات دي هتكون يعني مطلعه بتخلي بتعمل هايبركلاسيميا تمام. فبالتالي الفاستنج جلوكوز هيكون هنا اعلى من التو اور بوست ايه لود تمام كده. طيب دي كده يعني زي ايه ملحوظه او ان بي تحطها في بالكم. بعد كده في ريفرنس بقى بتاعت اللي هو جستيسنا الدايبيتس، اللي هو عيانه بريجننت خلفت يعني وعندها مثلا او حامل وعندها دايبيتس، ففي ريفرنس معينه ان هي النورمال بتاعها الفاستنج بيكون 95، وده لو انا مدياها 100 مللي جرام 100 جرام بس اللي هو بعمل لها يعني التست، باخد منها السامبل لمده 3 ساعات بعد ما مديتها ال 100 جرام دي اللي هي اللود. لو بعد اول ساعه المفروض يطلع 180 مللي جرام، بعد تاني ساعه المفروض بيطلع 155، بعد تالت ساعه المفروض يطلع 140 تمام كده. ده لو انا مدياها اللود 100 تمام، فانا هقيس لها لمده 3 ساعات. بينما لو انا مديها اللود 75، فالفاستنج هيفضل زي ما هو عادي، في سواء لود 100 سواء 105 سواء 75 او 100، فالفاستنج بيكون واحد اللي هو 95 مللي جرام. طيب في اول ساعه اللي هو السامبل هيكون فيها جلوكوز بمعدل او بليفل 180، في تاني ساعه 155 بس كده. هقف عند الحته دي لان انا مديها 75 بس، يعني هعمل لها التست او هاخد منها سامبل بعد ايه ساعه وساعتين من الايه من اللود بس تمام كده. يبقى الليفل بتاع
اللي هو الجلوكوز في انترستيشنال دايابيتس بيعتمد على ان انا مديها قد ايه لود، تمام، وعلى اساسه هحدد على قد ايه سامبل هاخد منها، سواء في 3 سامبل بانترفال ساعه او 2 سامبل بانترفال ايه ساعه، برضو على حسب اللود. طيب احنا كده خلصنا اللي هو الاورال جلوكوز تريانس تيست، هو سهل جدا، تمام. ندخل بقى على الحاجه الثانيه اللي هقدر اشخص بيها عيان ايه، عيان دايابيتس. احنا طبعا شرحنا قبل كده الكومبليكيشن وعرفنا ازاي نشخصها لابوراتوري، هنقولها بشكل سريع دلوقتي برضو. عندك اول حاجه الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس، ودي هناخد عينه فينوس سامبل وارتيريال سامبل وهناخد يورين سامبل، كل ده هيبين لي لو العيان عنده دايابيتيك كيتو اسيدوز. وشرحنا برضو الميكانيزم بتاعها، فاحنا بس دلوقتي هنوضح اللابوراتوري فايندنج بتاعها. بيكون الجلوكوز طبعا عالي في الدم، بيكون اليوريا عالي عشان قلنا تكسير البروتين بسبب عدم وجود الانسولين، والجلوكوز هنا بيكون الجلوكوز عاليه، وبالتالي في اوزمولاريتي عاليه، تمام، بسبب الجلوكوز، وبيكون فيه هايبركاليميا نتيجه ان مفيش جلوكوز يدخل البوتاسيوم جوه الخلايا، تمام، وبيبقى فيه هاي انين جاب. ده في الفينوس سامبل، انما في الارتيريال سامبل بنلاقي فيه ميتابوليك اسيدوزيس طبعا نتيجه اللي هو الكيتون بوديز اللي موجوده، بيكون فيه هاي انين جاب، والبي اتش طبعا بيكون قليل عشان الاسيدوزيس اللي عندي، والاتش سي او سي بيكون برده قليل لان دي بتعبر عن الحاجه القاعديه، وانا هنا عندي اسيدوزيس وبالتالي الحاجه اللي بتمثل القاعديه بتكون قليله. والديكومبنسيتد سي او 2 بيكون برضو ايه قليل. طيب اليورين سامبل بلاقي فيها طبعا جلوكوز هينزل في اليورين عادي، والكيتون بودي برضو بتنزل في اليورين. طيب تاني كومبليكيشن معايا اللي هو النن كيتوتيك هايبر اوزمال هايبر جلايسيميك كوما، دي بتبقى بتحصل في الـ في الاولدر اي بيشنت، في الناس الايه الكبيره اللي هي مع اللي عندها تايب 2 دايابيتس، ودي بتكون سببها ايه زي ما قلنا اللي هو ان في جلوكوز عالي جدا في الدم، بالتالي عمل لي اوزمولاريتي عاليه في الدم، سحب ميه من السيلز، وبالتالي بقى عندي دي هايدريشن، وكذلك عندي الجلوكوز ينزل في اليورين يعمل لي اوزموتيك دايوريسيس، برده هيعمل لي لوس اوف ووتر والكترولايت، يعمل لي اخطر حاجه ايه اللي هو البرين دي هايدريشن. طيب في هايبوجلايسيميك كوما، دي بتبقى مينلي بسبب ان العيان خد انسولين اوفر دوز، او ممكن يكون مثلا خد الانسولين بتاعه عادي لكن ما اكلش بعدها الاكل، يعني ما اكلش بعدها خد انسولين وما اكلش خالص، وبالتالي ده هيخلي ان الانسولين يعمل له هايبوجلايسيميا. طيب ثالث حاجه الدايابيتك نيفروباثي، احنا قلنا في بقى في يوريميا ومايكرو البومينوريا اللي هي بيكون نزول الاجما في اليورين بدون ما يكون بكميات كبيره لدرجه ان انا مش هعرف اعمل له ديتكشن بالطرق العاديه. احنا كده خلصنا اللي هو الايه الكومبليكيشن. ندخل بقى على اللي هو التست الرابع اللي هو الجلايكيتد هيموجلوبين، ده اللي هو اسمه هيموجلوبين A1C، ده ذكرناه قبل كده. في عين الدايابيتس بيكون اعلى من 6.5، بينما النورمال بتاعه بيبقى اقل من 5.7، تمام. طيب ايه معناها اصلا جلايكيتد هيموجلوبين؟ ده معناها ان الهيموجلوبين مسك فيه الجلوكوز الزايد في الدم، ده هو عباره عن نون انزيماتيك اديشن، او ان حاجه يعني مثلا اديشن ده يعني اضافه حاجه لحاجه، ان الجلوكوز مسك في الهيموجلوبين، تمام، مش مسك في الهيموجلوبين في اي حته، لا هو مسك في الامينو جروب بتاعه ايه الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده طبعا عباره عن بروتين، يبقى مسك في الامينو جروب بتاعه ايه الهيموجلوبين، ومسك في الان تيرمينال بتاعه اللي هو الامينو جروب دي، تمام كده. اذا بتاعت البيتا تشين بتاعت الهيموجلوبين، لان الهيموجلوبين طبعا عباره عن 4 تشينز، في 2 الفا و2 بيتا، فهو هيمسك في الان تيرمينال بتاعه الامينو جروب بتاعه البيتا تشين بتاعه الهيموجلوبين، تمام كده. بعد كده نعرف امتى نعمل التست ده اصلا. التست ده بيتعمل عشان اشخص بيه او اتابع بيه العيان اذا كان هو مثلا عنده ريسك فاكتور ان هو يديفلوب اللي هو الكومبليكيشن ولا لا، يعني اتابع يعني البتاع ده الهيموجلوبين A1C عشان اشخص كومبليكيشن، عشان اشوف العيان هل هيوصل ليه ان هو يحصل كومبليكيشن او لا، بحيث ان انا مثلا احاول احميه منها باي طريقه بقى كانت، تمام. طيب بيتعمل ايه بقى؟ بيتعمل لو هو عيان تايب 1 فانا بعملها كل 3 شهور، وبعملها برده في عيان التايب 2، وبعملها كل شهر لو الست الحامل دي عندها دايابيتس اصلا، تمام كده، او لو الست دي جالها جستيشنال ايه دايابيتس، او مثلا لو هو عيان دايابيتس وعنده ريسك للريتينوباثي النيفروباثي، فانا بعمل له برده دايما كل 3 شهور اللي هو الهيموجلوبين A1C عشان اشوف حصل له كومبليكيشن ولا لسه. طيب كل ما يكون القيمه بتاعه الهيموجلوبين A1C اعلى، كل ما يكون يعني الكومبليكيشن اخطر اللي حصلت له، تمام كده. يعني ان معناها كل ما يكون القيمه اعلى، كل ما يكون الجلوكوز اللي في الدم اعلى، فبالتالي هيمسك في كميه هيموجلوبين اعلى او اكتر يعني، تمام. فالنورمال فاليو بتاعته بيكون من 5.7% ل 6.4%، تمام.
لا سوري، احنا قلنا ان النورمال فاليو اقل من 5.7%، بينما لو انا وصلت ان انا بقيت اعلى من 5.7 باي صوره بقى، يبقى انا كده ايه، في خطر ان انا يحصل لي دايابيتس. لو 5.7 ل 6.4 يبقى كده ريسك ان يحصل لي دايابيتس، انما لو اعلى من 6.5% يبقى انا كده خلاص العيان ده جاله كومبليكيشن اكيد يعني. تمام. بعد كده لازم نعرف بقى ايه اهميه التست ده. أهمية التست ده إن هو على حسب هو حدد العيان ده عنده أنهي ديس أوردر بالظبط، أو هل عنده دايبيس أو لأ. لازم نعرف الأول عشان نشوف على حسب القيمة بتاعة الهيموجلوبين A1C هشخص. لازم نعرف إنه التكوين الهيموجلوبين A1C ده بيكون irreversible، يعني once إن هو اتكون خلاص كده مش هينفع إن هو يرجع للطبيعة تاني. تاني حاجة إن هو بيعتمد على اللايف سبان بتاعة الـ RBCs اللي هي بتكون 120 يوم. ليه بيعتمد على اللايف سبان بتاعة الـ RBCs؟ لأن الـ RBCs هي اللي بتشيل الهيموجلوبين، فلما تتكسر الهيموجلوبين هيطلع منها، وبالتالي ممكن يكون في قابليه ان هو يمسك فيه الجلوكوز اللي في الدم. تمام كده. كمان بيعتمد على البلاد كونسنتريشن بتاعه الايه، الجلوكوز. يبقى اذا هيعتمد على اللايف سبان بتاعه الار بي سيز عشان جواها الهيموجلوبين، وهيعتمد على البلاد جلوكوز ليفل او بلاد جلوكوز كونسنتريشن. تمام كده. طيب لازم اعرف اللو فاليو بتاعته بتمثل ايه، او ممكن عيان يكون على اساسها عنده ايه، والهاي فاليو. اللو فاليو لو عيان عنده لو فاليو من الهيموجلوبين اي 1 سي، بيكون بشك ان هو عنده هيموليتك ديزيز. ليه بقى؟ لان ده معناها الهيموليتك ديزيز ده معناها ان الار بي سيز بتتكسر، بيحصل لها هيموليسيس، معناها ان الهيموجلوبين هيطلع منها، ولما يطلع منها هيروح يمسك في الجلوكوز اللي في الدم. ف ايا كان بقى، سواء هو عالي او واطي اللي هو الجلوكوز ده، اهم حاجه ان في هيموليسيس، فالهيموجلوبين هيطلع يمسك في الجلوكوز اللي في الدم، يعمل لي ايه، هيموجلوبين اي 1 سي. تمام كده. وهنا العيان الهيموليتك ديزيز ده ما بيكونش عنده اصلا ديس اوردر في الجلوكوز. تمام. عشان كده بيكون اللو فاليو، لان كميه بس كميه الار بي سي هي اللي تتكسر، الهيموجلوبين اللي هيطلع يمسك في الجلوكوز الموجود اللي هو اصلا بيكون نورمال في عيان نورمال ما عندوش اي ديس اوردر في الانسولين او في الجلوكوز. العيان برضو اللي عنده هيموجلوبين اس او هيموجلوبين سي، الحاجات دي كلها ديس اوردر في البلد او في الهيموجلوبين، لو هي موجوده عند العيان ده او عنده المرض ده يعني، فهو هيكون عنده برضو فولس لو ريزلت للهيموجلوبين اي 1 سي. طيب تالت حاله بيكون فيها لو ريزلت للهيموجلوبين اي 1 سي او لو فاليو، يعني اللي هو لو عيان عنده سيجنيفيكانت بلاد لوس. اللي عنده سيجنيفيكانت بلاد لوس ده طبعا البون مارو بيحاول يعوضه، فبالتالي بيحاول يصنع ار بي سي جديده، او انا بحاول اعوضه بان انا بعمله نقل دم. فالعيان ده عنده في الدم دلوقتي بتاعه younger RBCs، يعني ايه، يعني اللايف سبان بتاعتها لسه ما وصلتش للحد ان هي تموت عندها، وبالتالي هنا بيكون الفاليو بتاعت الهيموجلوبين A1C ايه، لو فولس لو، يعني هي قليله، بس هي المفروض ما تبقاش قليله، لان هنا المفروض عنده نتيجه البلاد لوس ده الار بي سي اصلا بتتكسر وبيطلع منها هيموجلوبين، المفروض يبقى عنده اللي هو قيمه الهيموجلوبين A1C المفروض تبقى عاليه، لكن انا عشان بعوضه او البون مارو بيحاول يعوضه، وبالتالي الجسم مش شايف او مش حاسس بكميه الار بي سي اللي بتتكسر نتيجه الهيموجلوبين، لا هو شايف بس الار بي سي اللي انا بعوضه بيها او اللي البون مارو بيحاول يعوضه بيها. طيب بعد كده احنا كده عرفنا الثلاث حالات اللي يكون فيها لو فاليو للهيموجلوبين A1C، اللي هي الهيموجلوبين S والهيموجلوبين C، ولو حد عنده هيموليتك ديزيز هتعمل له شورت لايف سبان للار بي سيز، عشان طبعا زي ما قلنا الهيموليسيس ده بيكسر الار بي سيز. ثالث حاجه اللي هو ان يكون عنده ايه، ريسنت هيموريج او بلاد لوس. تمام كده. طيب تاني حاجه بقى لازم نعرفها برضو عن اهميه الهيموجلوبين A1C في الحالات ايه، الحالات اللي بيكون فيها الهيموجلوبين A1C عالي. في حالات الهيموجلوبين F ده بيخلي الهيموجلوبين A1C عالي. تمام. وبعد كده تاني حاله ان في الايرون ديفيشنسي انيميا، بسبب ان في الايرون ديفيشنسي انيميا بيحصل انكريس لايف سبان للار بي سيز. طيب انا كده عرفت الديفينيشن بتاع التست وعرفت الانديكيشن واهميته. انا لازم بقى اعرف دلوقتي ايه الطريقه اللي انا اصلا بعمل بيها التست ده اللي هو الهيموجلوبين اي 1 سي. هي حاجه يعني مش مهمه بالنسبه لنا قوي، لكن كدكاتره يعني هي مهمه اكتر للناس اللي هتشتغل في المعامل. ازاي بعمل التست ده؟ هي عباره عن طريقه بفصل بيها الجلايكيتد هيموجلوبين عن النون جلايكيتد هيموجلوبين او النورمال هيموجلوبين، يعني عن طريق ايه، حاجتين، يا اما تشارج ديفرنس يا اما ستراكشرال ديفرنس. يعني الجلايكيتد هيموجلوبين بيختلف عن النون جلايكيتد في التشارج اللي موجوده مشحون بيها يعني. تمام. الطريقه اللي بعمل بشوف بيها التشارج ايه، وبفصل بيها على حسب اعتمادا على التشارج، يعني اللي هو الايون اكستشينج كروماتوجرافي او الالكتروفريز او الايزو الكتريك ايه فوكسنج. طيب بعد كده ممكن برضو اعمل على حسب الاستراكشرال ديفرنس، ان طبعا التركيب ده بيختلف عن التركيب ده، ان ده فيه جلوكوز وده ما فيهوش جلوكوز كهيموجلوبين، يعني بفصل على حسب او بطريقه اسمها اللي هو الامينو اسي او الافينيتي كروماتوجرافي. طيب الريزلت بقى بتبقى عباره عن بتطلع لي كتوتال هيموجلوبين، كنسبه التوتال هيموجلوبين. تمام كده. كده خلصنا التستات اللي بشوف بيها او بعمل دايجنوزز لعيان الايه الدايبيتس بقى.
احنا بقينا اخر تيست فيه في الدياجنوز بتاع اللي هو الديابيتس، اللي هو الالبومين ايه، اليورينري البومين ايه اكسكريشن. طبعا احنا قلنا اللي من ضمن المايكرو فاسكولار كومبليكيشن ان هو بيحصل ايه، نيفروباسي. النيفروباسي ده معناها ان يحصل ديسفانكشن في الكيدني او دامج للكيدني تيبيولا، بالتالي هيحصل ان هي ما بقتش قادره تعمل فلتريشن او ري ابسوربشن للحاجات اللي هي المفروض يحصل لها ري ابسوربشن، زي من ضمنها ايه البروتين. البروتين ده المفروض ما بينزلش في اليورين اصلا، والكيدني بتعمل له ري ابسوربشن، ولكن هنا حصل دامج للكيدني، وبالتالي هيحصل عندي ان البروتين هيحصل له ليكج لليورين. وعلى حسب كميه البروتين اللي نزلت في اليورين هقدر اسمي الحاله دي. لو هي الالبومين اكسكريشن هنا بيكون اعلى من 200 مايكرو جرام في الدقيقه، وبكده بسميها ابتدى ماكرو ماكرو بروتينوريا او دايبيتك نفروباسي. بينما لو كميه البروتين في اليورين قليله، يعني من 20 لحد 200 مايكرو جرام، ده بسميها برمنت، بسميها مايكرو البومينوريا او هاي البومينوريا. معناها ان كميه البروتين اللي موجوده في اليورين قليله، تمام، وبالتالي مش هقدر اعمل لها ديتكشن بالطرق العاديه، ولكن لازم طرق خاصه يعني متطوره شويه. وده طبعا زي ما قلنا ان هو بيحصل ان هو البرميابيليتي بتاعت الممبرين بتاعت الكدني بتكون زادت جدا للبروتين نتيجه الدمج اللي حصل فيها، وادت الى ان البروتين ينزل في الايه في اليورين. طيب ازاي بقى، ايه الحاجه اللي انا التستات اللي بعمل بيها؟ طبعا التست ده لازم نعرف ان هو كوانتيتيف سنسيتيف، يعني ان هو على حسب الكميه، حسب الرقم اللي طلع معايا، فانا هقدر احدد على اساس اذا كانت ايه دي مايكرو او ماكرو البومينوريا. والطرق اللي اقدر اقيس بيها بقى اللي هو حاجه اسمها امينو كيمستري ويز انتي بودي للالبومين، يعني بقى بقيس كميه الانتي بودي اللي ضد الالبومين على اساسها. لو هي كبيره مثلا فكده في البومين نازل كتير في اليورين، لو هي قليله فمفيش البومين في الايه في اليورين. من ضمن الطرق حاجه اسمها اللي هو راديو امينو اسي او اليسا او راديو راديال امينو ديفيوجن او امينو تيرمومتري. يعني ما تشغلوش بالكم بالاسامي دي، هي حاجات يعني ايه في المعامل اكتر. دلوقتي احنا كده خلصنا الدياجنوز بتاع الديابيتس، اتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. احنا كده عشان نلخص اللي قلناه، احنا عرفنا الحاجات الكلاسيك لعيان الديابيتس، ان هو ان الراندوم بلاد جلوكوز اعلى من 200، واللي هو التوار بوست براند يكون اعلى من 200 برضو، الفاستنج اعلى من 26، والهيموجلوبين A1C اعلى من 6.5%. وعرفنا اللي هو الاورال جلوكوز تيرنس تيست الانديكيشن والبروسيجر بتاعته والبريكوشن والحاجات النورمال فاليو بتاعته، وعرفنا الكومبليكيشن بتاعته ازاي اشخصها لابوراتوري، واخر اتنين كومبليكيشن او اخر اتنين دايجنوزز اللي هو الهيموجلوبين A1C التيست ده بيكون عليه امتى وبعمله امتى ومعناه ايه اصلا، اللي هو عباره عن جلوكوز ماسك في هيموجلوبين. واخر تيست معانا اللي هو الايه الالبومين اكسكريشن. قبل ما ندخل على التريتمنت عايز بس انوه على كومبليكيشن ما وضحناهاش، اللي هي الايه التشاركل جوينت. التشاركل جوينت دي زي ما قدامنا كده بيكون بتصيب يعني الايه المفاصل او العظم. الاسم التاني ليها تشاركل نيوروباثيك اي اوستي ارثروباسي. الكومبليكيشن دي مش معروف قوي السبب ليها، يعني اللي هم الابحاث والكلام ده كله لسه ما عرفوش الاسباب ليها اللي هي الحاجات الكلير الواضحه، لكن في كلها فرضيات ان هم مثلا التشاركل جوينت دي نتيجه اللي هو المشاكل في الاعصاب اللي بتحصل مع عيان الديابيتس. وطبعا التشارك جوينت دي اصلا يعني مش حاجه كاركترستيك للديابيتس، هي بتحصل مع كذا مره تاني. اي امراض بيحصل فيها مشاكل في الاعصاب ممكن وارد ان يحصل فيها التشارك جوينت. سببها ايه بقى يعني بالنسبه للديابيتس؟ احنا قلنا حاجات متعلقه بالاعصاب زي اللي هو البريفرال نيروباس اللي احنا قلنا عليه، الديس اوردر بتاع اللي بيحصل فيه البون ميتابوليزم وكده، الحاجات اللي عشان ما فيش انسولين، وسنسوري او ايه اوتونوميك او موتور ايه نيوروباثي، يعني كلها حاجات في الاعصاب. تمام، كل الحاجات دي هتؤدي معايا الانفلاميشن، والانفلاميشن ده هيؤدي ان لو هيحصل فيه مثلا في الانكل جوينت، وده اكتر مكان يعني غالبا بيؤدي ان البونز اللي هنا اللي موجود في المكان ده بيكون ضعيف، تمام، نتيجه الانفلاميشن. بيحصل له اوستيولوسيس، بيحصل له ان البون بيتكسر، وبالتالي بقى هو كده ضعيف. ممكن يحصل له ايه فراكشر او كسور او ديسلوكيشن اللي هو خلع، او سبلوكسيشن اللي هو يعني صوره من الديسلوكيشن بس اخف شويه. الحاجات دي يعني معانيها بالتفصيل هتعرف فيه ان شاء الله في موديول اللوكوموتور. المهم ان الخلاصه في الشارك جوينت ان هو نتيجه النيوروباسي اللي بيحصل، والديس اوردر بتاع الميتابوليزم نتيجه عدم وجود الانسولين، كل ده يعمل لي انفلاميشن، والانفلاميشن يؤدي الى يحصل اوستيروسيس تكسير في العظم وفراكشر وديسلوكيشن. تمام كده.
احنا كده خلصنا الايه الكومبليكيشن كامله الحمد لله، اتمنى تكون واضحه بالنسبه لنا. دلوقتي احنا خلصنا كل النقاط في الديابيتس اللي هو الديفينيشن والايتيولوجي والكلاسيفيكيشن والكومبليكيشن والكلينيكال بيكتشر والدايجنوزس الحمد لله. دلوقتي هندخل على اخر حاجه معانا في محاضره الديابيتس اللي هو التريتمنت. التريتمنت بيكون اغلبه طبعا حاجات فارماكولوجي، بس لازم كمان يعني نضيف معانا حاجات نعدل في اللايف ستايل بتاع البيشنت، زي ايه؟ زي نصايح كده. فبالنسبه للبطنه فاحنا نتكلم عن اللايف ستايل موديفيكيشن، الفارماكولوجيكال او الحاجات المتعلقه بالادويه دي هتاخدوها بالتفصيل في جزء الفارما ان شاء الله. بالنسبه للتريتمنت فاحنا اول حاجه بالنسبه لللايف ستايل طبعا هننصحه ان هو يعدل في الدايت بتاعه، في الاكل بتاعه، ننصحه ان هو يعمل فيزيكال اكتيفيتي، كل ده هيحسن من الحاله بتاعته. وطبعا اللي هو انه يستخدم ميديكيشن طبعا ده تاخده في الفارما، وان هو دايما ايه يراقب البلد جلوكوز بتاعه، هتلاقوا دايما عينين السكر كده معاهم زي حاجات زي ستريبس كده او جهاز معين بيقيس اللي هو البلد جلوكوز بتاعهم، عشان دايما يكونوا على معرفه بالبلد جلوكوز، عشان لو تشوفوا مثلا لو عندهم هايبوجلايسيميا او هايبرجلايسيميا يلحقوا الموقف يعني. وطبعا لازم برضو يراقب اليورين كيتون اللي هو الكيتون بادي اللي موجوده في اليورين، لو هي موجوده او مش موجوده. لو هي موجوده طبعا ده يقلق منه، عشان ممكن يكون كده هو داخل على كومبليكيشن خطير جدا اللي هي الدايبيتيك كيت اسيدوز ممكن يموت فيها. فلازم نعمل مونيتورنج للبلد جلوكوز واليورين كيتون، وعلى اساسها هنعمل ايه كنترول للكونديشن اللي عنده. لازم برضو نمنع او يعني نعمل early detection للأكيد complication، تمام؟ من ضمنها او بناء على اللي هو sick day rules او الهايبوغلايسيميا. sick day rules دي معناها هي اختصار، السك دي اختصار للاس فور الشوجر والاي فور انسولين، السي فور كربوهيدرات، والكي فور الكيتون. الحاجات دي لازم ان انا اعمل لها مونيتورنج، وعلى اساسها على اساس الليفلز بتاعتها انا ايه هقدر اعمل ايه مانجمنت لنفسي يعني كبيشنت، تمام؟ وكمان الشوجر ده لو في هايبوجلايسيميا او هايبوجلايسيميا لازم برضو اعمل بريفنشن وديتكتنج للكرونيك كومبليكيشن. كمان لازم ان انا احط جول، يعني الدكتور يحط جول للعيان ما يتخطاهوش، بحيث ان هو يقدر يسعى ليه او يوصل ليه. زي مثلا ما يعني يقول له مثلا في ليفل معين من الجلوكوز ما ينفعش نزيد عنه وما ينفعش نقل عنه وهكذا، تمام؟ في برضو بالنسبه للجستيشنال دايابيتس لازم اعمل ديتكشن ليه وان انا اعمل له مانجمنت. احنا كده خلصنا الكلام العام يعني بالنسبه للتريتمنت، ندخل بقى بالتفصيل شويه اللي هو بالنسبه للنيوتريشن والاكسرسايز. النيوتريشن لازم حاجات متعلقه نقسمها كده، حاجات متعلقه بالكربوهيدرات، حاجات متعلقه بالفات، وحاجات متعلقه بالايه بالاكتيفيتي او كده او الجسم عموما. بالنسبه للكربوهيدرات ننصح العيان ان هو يقلل الكالوري انتيك، وان هو يوزع الوجبات بتاعته على خلال اليوم، تمام؟ عشان ما يحصلوش هايبوجلايسيميا في وقت معين او هايبرجلايسيميا في وقت معين. كمان ننصح ان هو يعني لو هياكل كربوهيدرات او لما ياكل كربوهيدرات يكون يعتمد على المصادر اللي فيها توتال كربوهيدرات. يعني ايه توتال كربوهيدرات؟ او لا اللي هو التوتال كربوهيدرات. التوتال كربوهيدرات معناها ايه؟ ان هو ياكل حاجه مصدر اكل جواه كربوهيدرات من ضمن مكوناته، مش المصدر، مش المكون الاساسي للكربوهيدرات. يعني مثلا ما ياكلش السكر كسكر، ما ياكلش جلوكوز كمصدر جلوكوز اساسي، او ياخد مثلا معلقه سكر لا، او ما ياكلش توفي او حلاوه، كل الحاجات دي مصدر جلوكوز اساسي، تمام؟ انما لو مثلا ياكل حاجه فيها توتال كربوهيدرات، يعني ايه؟ يعني من ضمن مكوناتها كربوهيدرات، زي المكرونه مثلا دي فيها كربوهيدرات، انما مش كل مكوناتها كربوهيدرات، تمام كده؟ يبقى اذا يعتمد على التوتال كربوهيدرات، وان هو يقلل الكالوري انتيك، وان هو يوزع الوجبات بتاعته على خلال اليوم. بالنسبه للفات ان هو يقلل الساتوريتد فات طبعا لان ده مضر، وهو اصلا مش ناقص يعني عنده هايبر بليبيديميا اصلا خلقه، تمام؟ وان هو يزود الايه الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته، ويحاول ايه يعني يخسر الوزن شويه، تمام؟ ده في حاله التايب 2 طبعا اللي هما بيكونوا اوبيس. وكمان ان هو يراقب البلد جلوكوز زي ما قلنا، عشان يشوف هو وصل للجول اللي الدكتور نصحه بيه ولا لا. ده كده بالنسبه للنيوتريشن. بالنسبه للاكسرسايز طبعا بننصحه ان هو يعمل اكسرسايز بشكل منتظم، سواء مع اصحابه، سواء مع الفاميلي العيله، باي اكسرسايز يحبه، اللي هو سواء التمشيه او العجل او السباحه او كده، بمعدل ايه؟ بمعدل 30 ل 45 منت لمده 3 ايام لخمس ايام في الاسبوع، تمام؟ بحيث ان هو يحرق من 150 ل 225 كيلو كالوري في اليوم الواحد مثلا، او في نص ساعه بالنسبه لليوم يعني، تمام؟ ليه بقى؟ ليه الاكسرسايز مهم؟ عشان ان هو هيحسن الاكسرسايز ده، بيحسن السنسيتيفيتي بتاعه التيشو للانسولين، وبيحسن نفسيه العيان ان هو عموما يعني صحته بيحسنها عموما. واهم حاجه طبعا ان هو بيحسن السنسيتيفيتي. طيب احنا كده الحمد لله يعني خلصنا موضوع الدايبيتس، هو موضوع سهل جدا ومهم جدا ان احنا نعرفه كدكاتره.
لان هو كومن وموجود عند اغلب في اغلب العائلات يعني. لازم ننتب في دماغنا كده الايتم اللي احنا هنتكلم عنها او اللي انت هتذاكرها عشان ما تتوهش في الكتاب. اول حاجه اللي هو الديفينيشن عرفناه والاسباب بتاعته، الكلاسيفيكيشن كلينيكال بيكتشر، بعد كده الكومبليكيشن وعرفنا طبعا اسباب الكومبليكيشن وتفسيرها ايه واسباب اي كلينيكال بيكتشر وتفسيرها، وازاي نشخصه في المعمل، وعرفنا العلاج مبدئي اللي هو اللايف ستايل موديفيكيشن. اتمنى يكون شرح واضح بالنسبه لكم، وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.